أليس جميع معظم الناس مديونين ولا لا يا أحبابي؟ يقول واحد لا تذكرنا ضيق صدورنا يا شيخ. طيب يا أخي الحبيب، بعضنا شيب رأسه من التفكير في الدين وما فكر في خلاص من الدين بالانكسار أمام الله. الدنيا كلنا فينا عندنا هم، وكلنا علينا دين، وكلنا في بيته مصيبة، وكلنا عنده مريض. والله إن الأبواب لموصدة في كل مكان، ما أوصدت الأبواب إلا فيه مكروبين، فيه مرضى، فيه مهمومين، فيه معيونين، فيه مديونين، فيه ولا لا يا أخوان؟ حتى الغني ولو أغلق بابه ويملك 1,000,000,000 تلقاه مكتئب، يرقى بالرقية ويأكل أقراص الاكتئاب، ومهموم وخايف من بكرة، وخايف على ثروته من الرحيل، وخايف إذا رحلت لا تعود. كل الناس يريدون الطمأنينة. اتصل علي رقم فرددت عليه، والله لا أعرفه، قال يا شيخ أنا مهموم مريض وعندي وسواس ومسحور ومديون ومفصول، ايش رايكم في هالمصائب كلها تجمعت في بدن واحد؟ فلزمت استغفر الله، ولزمت الفاتحه، ولساني لا يفتر عن قولي لا حول ولا قوه الا بالله. والله شفيت وقضي ديني والان في وظيفه. والله يا شيخ ما زدت عن قول لا حول ولا قوه الا بالله، سمعت شرحها، تدبرتها. بعض يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، بس لكنه لا يعرف معناها. فالحول بيد من؟ القوة بيد من؟ إليه نرجع، نرجع إلى من؟ من بيده مفاتيح الفرج؟ من الذي إذا طرق بابه فتح؟ من السميع؟ من البصير؟ من الملك؟ من الغني؟ هو الله. انكسر ببابه، لا يبقى عندك من همك إلا ويتفرج.